السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. مع استمرار عدم اليقين هذا العام، من الجيد دائما سمع أن الأجهزة التي تطلع إليها والتي تكون دائما بانتظارها لا تزال في الموعد المحدد. لذا يسعدنا أن نرى سامسونج تؤكد إطلاق سلسلة الجالكسي نوت 20 والجالكسي فولد 2 في النصف الثاني من سنة 2020، حيث تسريبات حصرية تصلنا على سلسلة النوت 20 سنتكلم عليها معا في هذا الفيديو. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى أن تعمل لايك للفيديو واشترك بالقناة لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. وفقا لتقارير قادمة من مصادر موثوقة، تعمل شركة سامسونج على مراجعة وتحسين معالج إكزينوس 990 الذي نجده في سلسلة الاس 20 حتى تتمكن من مطابقة سناب دراجون 865 بشكل أفضل. وسيتم استخدام الإصدار الجديد مع عائلة النوت 20، يعني المعالج الجديد من سامسونج سيكون تحت اسم إكزينوس 992 الذي سنجده في سلسلة النوت 20 الجديدة. وهذا التطوير والتغيير في المعالج يعود إلى ردود الأفعال العنيفة التي تلقتها سامسونج من قبل مستخدمي أجهزة الاس 20 الجديدة خارج كوريا، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مع معالج إكزينوس 990 الذي تبين أنه يستنزف البطارية أكثر بكثير مقارنة بالنسخة التي تأتينا مع سناب دراجون 865. وحسب التسريبات، الإكزينوس 992 سيكون معالج قوي جدا، مما سيمكن من أداء أفضل بكثير من سناب دراجون 865. كذلك استهلاك البطارية مع هذا المعالج سيكون أقل بكثير. ومن المؤكد أيضا أن سلسلة النوت 20 ستأتينا مع الفايف جي، كذلك ستأتينا مع أحدث نسخة لأندرويد الأندرويد 10، والرام ستبدأ من 8 جيجا. والأكيد أيضا أن سامسونج ستحافظ على نفس النسخ التي نزل بها النوت 10 العام الماضي، يعني جهازين نوت 10 ونوت 10 بلس. سنجد أيضا هذا العام نوت 20 ونوت 20 بلس. وفيما يخص البطارية، النوت 10 العام الماضي كان يأتينا مع بطارية بحجم 3500 ملي أمبير، ووفقا لتقارير صادرة عن جالكسي كلوب فإن سلسلة النوت 20 ستأتينا مع بطارية أكبر، حيث سيأتينا النوت 20 العادي مع بطارية بحجم 4000 ملي أمبير، أما النوت 20 بلس فسيأتينا مع بطارية بحجم 4500 ملي أمبير أو بطارية بحجم 5000 ملي أمبير. وموعد الإعلان على سلسلة الجالكسي نوت 20 والفولد 2 ستكون في شهر أغسطس لهذه السنة، نفس الموعد التي تعلن فيه سامسونج على سلسلة النوت الجديدة لكل سنة. يعني يمكننا أن نقول أن هذه علامة على الاستقرار، حتى في أوقات الوباء العالمي لا تزال الشركة عند مواعيدها وعند حسن ظن الجميع. وأكيد أن هذه النقطة تحسب لسامسونج. أصدقائي، كان هذا كل ما يخص السامسونج جالكسي نوت 20 والنوت 20 بلس. أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. وفي النهاية أشكركم على المتابعة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء وشكرا.